السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه ازيكم، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في صحة كويسة، يا رب تكونوا متابعين الفيديو كويس وتكونوا مذاكرين، واتمنى ان الجزء الشرحي يكون مفهوم، إيه يكون بس الباقي على جزء تطبيق عملي. وانس ان انت اتاح ليك الفرصة انك تطبق على رير سويتشز او كده، فايه طبق الجزئيات ديت، لكن اهم حاجة تكون فاهم النولج كويسة. وكنا قلنا سيناريو بسيط كده عشان تتغلب على جزئية ان مفيش ريال ديفايسز او مفيش جي ان اس 3 بالكفايه ان انت تطبق الكوماند زيت. فاتفقنا احنا ممكن نعمل حاجه اسمها الريتم كونفيجريشن، ان انت ترسم السيناريو بتاعك اللي كنت بترسمه في التوبولوجي بتاعتك في جي ان اس، وانت تعمل الكونفيجريشن بتاعتك في كلير شيت، تمام؟ اللي هو تكتب انت الكونفيجريشن كانك بالظبط انت بتكتب انيبل، يعني اكتب ورقه اكتب فيها انيبل، بعد كده اكتب كونفيجريشن تيرمينال، اكتب الكونفيجريشن بايدك. ده هيتيح ليك انك ايه تحفظ الكونفيجريشن سريعا، وهتبقى عمرك ما هتنساها تاني، تمام؟ خلاص كنا اتكلمنا في الجزئيه دي، فايه مش هنتطرق ليها. النهارده هنتكلم عن الادفانسد سبانينج تري بروتوكول، ده نفس الشابتر اللي فات، شابتر 10، لكن بارت 2. الشابتر اللي فات اتكلمنا عن رابيد سبانينج تري وايه مميزاته، وكان بيحل يعني ايه النواقص، بلاش نقول عيوب، النواقص اللي كانت موجوده في النورمال سبانينج تري او التراديشنال سبانينج تري، حليناها بالرابيد سبانينج تري، وكان كوماند واحد بس هو اللي بيحل القصه ديت. لكن كان طبعا لازم تبقى فاهم الرابيد سبانينج تري البيهيفيرز بتاعته ماشيه ازاي، وبيتصرف في النتورك ازاي، وبيهاندل الترافيك ازاي، تمام؟ واتكلمنا فيها بالتفصيل طبعا في الكونفيرجنس وفي الفيلير وفي كل حاجه عن الرابيد سبانينج تري اتكلمنا عنها. هنكمل جزء النهارده هو مرتبط او مبني على الرابيد سبانينج تري، يعني هناخد النهارده حاجه اسمها مالتيبل سبانينج تري ام اس تي، والكود بتاعها اي تريبل اي 802.1 اس وليس دبليو، دبليو ده بتاع الار اس تي بي، الاس بتاع المالتيبل سبانينج تري. لكن الشابتر اصلا كان بيتكلم عن الادفانس سبانينج تري، ف ده او ده مش هتفرق معايا. هنشوف النهارده ايه هو المالتيبل سبانينج تري، مفيد جدا في النتورك بتاعتي وفعال جدا بس في ايه، في اندر ميني سيركمستانسز، وفي سكيل كبير جدا، ان انت في يعني في ظروف ما هتضطر تستخدم المالتيبل سبانينج تري، لكن في معظم الاحوال تستخدم الرابيد سبانينج تري، لانه بكوماند واحد بيحل لك جميع المشاكل اللي تتخيلها في النتورك، تمام؟ تعال نشوف برضو بس ايه هو المالتيبل سبانينج تري، وبعد كده نبقى نتناقش في الجزئيه دي. طيب اول حاجه نراجع بس سريعا على حاجه اسمها ايه بقى، بير فيلان سبانينج تري لوب بالانسنج. الجزئيه دي مهمه جدا، انا عايزك بس تاخد بالك منها، ان انت ممكن تعمل ايه، يعني ايه اعمل لوب بالانسنج للبير فيلان سبانينج تري او ار بي في اس تي، مش هتفرق معايا الاثنين، يعني ايه اعملهم لوب بالانسنج؟ بص معايا في الرسمه دي كده، انا عندي في النتورك بتاعتي تو فيلانز، فيلان 10 وفيلان 20، تمام كده، فيلان 10 وفيلان ايه 20، تمام. هنفترض في النتورك بتاعتي ده نورمال بيهيفير، سواء كان رابيد او تراديشنال، ايه اللي هيحصل؟ هننتخب الراجل دوت روت بريدج، صح؟ مظبوط كده، يبقى اصبح البورتات ده هي ديزيجنيتد فورورد، ديزيجنيتد فورورد، وده روت فورورد، وده هيبقى بلوك، وده ديزيجنيتد فورورد، وده ايه روت فورورد، صح؟ مظبوط كده، واصبحت النتورك بتاعتي ماشيه بهذا السيناريو على طول، سواء كان عندي فيلان 10 20 30 مش تفرق معايا، تمام؟ يبقى مفيش عندي ترافيك بيمشي في اللينكه دي اطلاقا، صح؟ انا شايف ان هي بتويست ايه نتورك ريسورسز، ان انت بتضيع جزء من موارد الشبكه. طب انا اعمل ايه؟ قال لك تعمل لوب بالانسنج، ان انا اوزع الحمل على اول لينكس او اول نتوركس تبع تقسيمه النتورك بتاعتي او تبع الديزاين بتاعها. يعني سي اعمل ايه؟ نعمل كلير كده، ممكن اعمل الراجل دهوت، بص كده معايا، يبقى روت، ركز معايا قوي، ده روت بريدج لفيلان كام؟ 10. يبقى تعالى ناخد القصه بتاعت مين؟ فيلان 10. الراجل ده اصبح ديزيجنيتد فورورد لفين؟ لفيلان 10، وده ديزيجنيتد فورورد برضه لفيلان 10. انا بتكلم هو اللي هو البير فيلان سبانج تري، سواء كان التراديشنال او الرابيد، تمام كده؟ طيب ده اصبح ايه؟ روت فورورد برضه، الكلام ده ينطبق لفيلان 10 بس، وده بيبلوك الترافيك بتاع فيلان 10، ديزيجنيتد لفيلان 10، روت لايه؟ فيلان 10، تمام كده؟ الكلام ده كله لمين؟ لفيلان 10، تمام كده؟ طيب تخيل بقى السيناريو التاني اللي معايا، ان انا اقوم عامل كده اهوت، نخليها بس بلون تاني الازرق، ان انا اعمل السويتش ده كده، تمام؟ هو الروت بريدج لمين؟ لفيلان 20، تمام؟ طيب لو الراجل ده يبقى هو الروت بريدج لفيلان 20، هيبقى البورت دوت ديزيجنيتد فورورد لفيلان 20، صح؟ وده ديزيجنيتد فورورد لفيلان 20، ركز معايا، البورت دوت هيبقى روت فورورد لفيلان كام؟ 20، تمام؟ البورت دوت هيبقى بلوك الفيلان 20، ده هيبقى ديزيجنيتد بورت لفيلان 20، وده روت بورت لمين؟ لفيلان 20، تمام؟ يبقى يهمني في السيناريو ده ايه؟
هتقولي ما تغيرش كتير، ما البورتس اللي دفع على فورورد فورورد، لا البورت ده لاحظ ان انا استخدمت اللينكه اللي تحت دي. الترافيك بتاع فيلان 10 لو جه يعدي من هنا يقع، طب ترافيك فيلان 20 يعدي، يبقى انا قدرت اعمل لوب بالانسنج ولا لا؟ يبقى النتورك بتاعتي اقدر اعمل فيها توزيع حمل بالسيناريو ده، اعمل مجموعه فيلانز ليها روب بريدج ومجموعه فيلانز تانية ايه ليها روب بريدج. ده انت ممكن تعمل ايه بقى كمان؟ تقوم عامل كده، هات الاحمر بتاعنا برضو كده. الراجل دوت هو الروت بريدج برايمري صح؟ برايمري مين؟ لفيلان لفيلان 10 صح؟ مظبوط كده؟ طيب يبقى اعمل ده هوت سكندري لفيلان 10، يبقى الراجل دوت هو تاني افضل روت بريدج لمين؟ لفيلان 10. لو الراجل ده وقع مين اللي ياخد مكانه؟ ده. طب وبالنسبه لفيلان 20 اعكس القصه اهو كده، هيبقى الراجل ده هوت كده روت بريدج لفيلان كام؟ ده برايمري لفيلان كام؟ 20 تمام؟ وده سكندري لفيلان 20. يبقى انت بتبادل ما بين الرولز، يبقى الراجل ده برايمري ال10 وسكندري لمين؟ ل20، والعكس هنا الراجل ده برايمري ال20 وسكندري ل10. مظبوط كده؟ يبقى قدرت اوزع الحمل بتاعي على النتورك ولا لا؟ طبعا ده في نتورك سمبل صغيره قوي، لو انت قلبتها بقى في الديزاين صح اللي هو سوري، لو انت قلبتها في نتورك صح اللي هي تبقى عامله كده مثلا، اللي هي فيها ديستريبيوشن واكسس والكلام ده، ان النتورك بتاعتي مثلا وليكن ده كانت مستوى الكور او الديستريبيوشن لاير، كان معايا سويتش تاني كده تمام، ومن المفترض بيبقى عندي لينكه كده للسويتش ده ولينكه تانيه للسويتش ده كده تمام، وده طبعا في لينكه اهي مظبوط. يبقى انا عندي ايه 1 ديستريبيوشن و2 ديستريبيوشن وايه، وده الاكسس لاير بتاعتي. الراجل دوت هو روب بريدج فيلان 10 والراجل ده روب بريدج فيلان 20 تمام كده، واحد فيهم برايمري والتاني سكندري للتاني، فاهمين ازاي؟ زي ما شرحناه. يبقى انا فعلا قدرت اوزع الترافيك من الاكسس لمين؟ للكور. يبقى مفيش عندي لينكه واقفه ما بين مين؟ الاكسس والكور، لا اللينكتين شغالين وبيوزعوا ايه حمل ما بينهم. ما بالك بقى لو انت كبرت السيناريو شويه واستخدمت حاجه اسمها ايثر تشانل، يبقى اصبح كل تشانل عندك بما فيها اربع بورتس بتوزع الترافيك على الاثنين تشانل بورتس، فاهمين ازاي؟ لو انت عملت اللينكات اللي في النص ديت هي ايثر تشانل اربع لينكات ودي اربع لينكات، يبقى انت كده قدرت توزع الحمل فعلا ما بين مين؟ ما بين الاكسس والديستريبيوشن بفكرتين بس، ان انت فاهم بير فيلان سبانينج تري لوب بالانسنج وما بين ايه الايثر تشانل. يبقى انت قدرت ايه ربط بس معلومات شويه مش تفرق معايا. يبقى هنا بقول لك هو بالانسنج فيلان ترافيك اكروس سواء كان ديستريبيوشن او كور لير سويتشز او مالتي لير سويتشز، يعني بغض النظر انت ايه الديفايس اللي مستخدمه تقدر تعمل ايه عمليه اللود بالانسنج دي تمام. طيب ده كان بس ايه فكره بسيطه بس عن ايه عن العمليه دي. تعالى بقى نشوف ايه هو المالتيبل سبانينج تري. عندي حاجه اسمها مالتيبل سبانينج تري، هي ام اس تي ستاند فور مالتيبل سبانينج تري، يعني سبانينج تري متعدد تمام. يعني ايه؟ تعالى نرجع في الرسمه اللي فاتت ديت، انا عايز بس اشرحها من غير كلام بحيث انك ايه توصلك المعلومه ونتكلم تمام. تخيل معايا ان انا شغال اهوت بالرابد بير فيلان سبانينج تري بلس تمام، يبقى كل انستنس او كل فيلان عندي ليها ايه انستنس تمام. يبقى الرابيد بير فيلان سبانينج تري هيعمل لي ايه؟ هيشتغل معايا هنا على السويتش ده عندي 10 فيلان، هيبقى عندي 10 انستنس. طيب على سويتش نمبر 1 هيبقى عندي 10 انستنس برضه صح، وسويتش 3 10 انستنس. هتقول لي ما في ادنى مشكله والدنيا شغاله كويس قوي. طيب المشكله هنا هتظهر فين؟ لو اصبحت النتورك دي فيها 500 ايه فيلان تمام كده. تخيل معايا النتورك بتاعت فيها كام كام فيلان؟ 500 فيلان او 500 فيلانز. ايه اللي هيحصل وانا شغال بالرابيد بير فيلان سبانينج تري بلس او بير فيلان سبانينج تري بلس؟ مش هتفرق معايا، لكن خلينا على الرابيد لان المالتيبل سبانينج تري بني على الرابيد. طيب في ال 500 دول هضطر طبعا كل سويتش من دول يكاريت 500 انستنس لكل، يعني كل فيلان عندي ايه انستنس صح؟ يبقى فيلان 10 ليها انستنس وفيلان 11 ليها انستنس وهكذا لحد ايه ما انت ماشي تمام. طيب هل ده كويس ولا وحش؟ ده كارثه مش مصيبه، دي كارثه بس. ليه؟ السويتش ده هل البروسيسور بتاعه يقدر يهندل الكلام ده ولا لا؟ البروسيسور ما يقدرش يهندل الكلام ده بالتاكيد، يعني الراجل دوت مش هيقدر اني يعني تحت اي ظرف من الظروف يهندل ايه 500 انستنس، فبالتالي هيحصل هانج جامد جدا في النتورك. طيب هتقول لي انا قدرت اعمل السويتش دوت كور سويتش وجبت 4500 او 6 ايه 500 مالتي لير سويتش اللي الرام بتاعته تبقى 2 جيجا والبروسيسور بتاعه الى ما شاء الله ويشيل لك ايه الدنيا دي كلها. اكيد اكيد ما السويتش ده انت عندك، كنا اخدنا في الفيلانز كان عندي نوعين، كان عندي اللي هي فلات نتورك تمام، وكان عندي ديستريبيوتد فيلان صح، كان عندي لوكال فيلان او ديستريبيوتد فيلان صح. ما علينا اي سيناريو انت مستخدمه، فهتواجه في الاكسس هنا عندك ايه
500 فيلان، هتجيب السويتش بتاع الاكسس لاير تحطه كاتاليست 5000 مثلا، كاتاليست 5000 او 4500 او 6500 مالتي لاير سويتش او كور سويتش، بالتاكيد لا، لان ده كوست عالي جدا، تمام، وسيناريو غير منطقي بالمره، تمام. فبالتالي اعمل ايه بقى؟ هتقولي خلاص هخلي ال 500. عندك اول حل انك تخلي ال 500 دهمت وتسيبك بقى من قصه بير فيلان سبانج تري، وتشتغل ايه؟ سي اس تي كومن سبانج تري، ان ال 500 كلهم لهم ايه؟ فيلان واحده، تمام؟ إيه سوري، ال 500 فيلان ليهم ايه؟ انستانس واحده في السبانج تري. بس ده هيرجع للمشكله اللي اصلا ما كانش له لازمه بقى ناخد ندرس البير فيلان سبانج تري. طب قال الحل ايه؟ ما انت لو حصل مشكله في فيلان واحده ال 499 واقعين، صح؟ لحد ما الايه؟ التوبولوجي تشينج نوتيفيكيشن بتاعك ايه؟ يتوزع او ينزل التري بتاعتك في النتورك. ده مشكله برضه. طيب قال لك نعمل بقى، عايزين حل وسط. ما هو بدل ما يبقى عندي كل فيلان انستنس او ان يبقى كل فيلان بتاعت انستنس مفيش حل وسط، قال لك لا، عندي حل وسط وهو ايه؟ المالتيبل سبانينج ايه تري، تمام. ايه هو المالتيبل سبانينج تري؟ من اسمه سبانينج تري متعدد. اعمل ايه؟ اقسم ال 500 فيلان ده همت لمجموعه ايه؟ انستنس، تمام كده. يبقى انا هعمل مابنج ما بين فيلانز وما بين ايه؟ انستنس. يعني ايه؟ هقول كل 50 فيلان كومن يوز مع بعض احط لهم ايه؟ انستنس واحده. مش ده حل منطقي صح؟ افضل من ان انا اوقع ال 500. يبقى انا هيبقى عندي كام انستنس دلوقتي؟ 10 ايه؟ انستنس، صح؟ ما انت عشان تشغل 500 فيلان هو كل 50 فيلان في انستنس واحده، يبقى انت عندك انستنس من 1 2 10، تمام كده؟ يبقى هعمل ايه على السويتشات؟ هقول ان فيلان 10 لحد فيلان 60 كلهم في انستنس واحده. لو حصل تغيير او مشكله او لوب او بلوكات بورتس والكلام ده كله او اندايركت فيلير، هيعمل لي مشكله فين؟ في ال 50 فيلان. بس 50 فيلان احسن من ايه؟ من 500 فيلان. وبالتالي انا هقدر اعمل ايه كمان؟ هحط، لاحظ انا قلت لك ايه؟ كل مجموعه فيلانز كومن يوز مع بعض هحطهم في ايه؟ في انستنس واحده. يعني مثلا انا لو انت ربطت النتورك بتاعتك بالاس بي اف، فاكرين الارياز، ممكن اعمل في كل فرع اريا. تمام؟ فبالتالي ايه؟ لو انا عندي كل فرع اريا، وعندي طبعا في كل فرع ايه؟ في الاريا ديت اكسس لاير، صح؟ يبقى الفرع دوت فيه 50 فيلان، يبقى الناس دي كلها في ايه؟ في انستنس واحد. لكن مش عايزين نكبر السيناريو او ندخل في قصه كورس ديزاين او هنعمل ديزاين ازاي؟ خلينا في ان احنا نقول ايه؟ هنهندل الكلام ده كله في ايه؟ كل 50 فيلان في انستنس واحد. يبقى انا بالتالي كده عندي ناتج كام؟ 10 انستنس في ايه؟ في النتورك، تمام؟ ده كده يعتبر ايه؟ افضل. لكن تعالى بقى نبدا ايه؟ نفهم الكلام ايه؟ كويس شويه. هنعمل المالتيبل سبانج تري بيعمل ايه؟ مابنج 1 اور مور فيلان تو 1 انستنس. خلاص احنا قلناها وفهمناها ايه؟ فهمناها بالتفسير وكل حاجه واضحه، تمام؟ ability to use multiple instance. اقدر فعلا اعمل اكتر من انستنس. نتيجه ان انا لاحظ ان انا عملت ايه؟ كان عندي انستنس 1 وانستنس 2 و3 و4 وعندي اب تو 16، تمام؟ انا اقدر اعمل في الاريا في حاجه اسمها في الريجيون الواحده هناخدها دلوقتي، ان انا اعمل ايه؟ 16 انستنس جوه في المالتيبل سبانينج تري بتاعي، تمام؟ طيب بالنسبه للبلاننج او الامبلمنتيشن اوف مالتيبل سبانينج تري، عشان اعمل مالتيبل سبانينج تري بقى اعمل يهمني حاجتين لازم ابقى اوير بيهم قوي قوي قوي. نمبر اوف سبانينج تري انستنس، تمام؟ كام انستنس هعملها عندي في النتورك، ومابنج فيلانز تو انستنس. هعمل ايه؟ يعني مين الفيلانز اللي هيتعمل لها ايه؟ مابنج. يعني ايه؟ لو انا جيت في السويتش دوت، انا عندي ناخد سيناريو ان احنا عندنا 10 فيلان بس، تمام؟ هنعمل لهم 2 انستنس. هنعمل لهم ايه؟ 2 انستنس. يعني عندي من فيلان 2 لحد 7 في ايه؟ 1 انستنس، في انستنس نمبر 1، صح؟ دول 5 فيلان اهم، صح؟ فيلان 2 3 4 5 6، يعني من 2 ل 6، بافتراض ان 2 ايه؟ معنا من 2 ل 6 دول في انستنس ايه؟ واحده، تمام؟ وعندي بعد كده من 6 6 7 و8 و9 و10 و11 اهوت، يبقى عندي من 7 لمين؟ ل 11، يبقى ايه؟ باعتبار ان 7 معانا في انستنس واحده، تمام كده؟ دول دي نمبر ده الفيلان بتاعتي، تمام؟ يبقى دي انستنس نمبر 2 معايا كده؟ اقلب خلاص، يبقى انا كده بدات، يبقى انا عملت اويرنج، تمام؟ ان انا خدت بالي من الفيلانز بتاعتي هتبقى الانستنس مين، تمام؟ طيب مين اللي هيتعمل له مابنج؟ اهو اخد بالي من دول 2 ل 6 هيتعمل لهم انستنس 1، تمام؟ عشان ما اجيش اعمل على سويتش تاني الكلام ده. على فكره الكونفجريشن هتتعمل على سويتش. يعني ايه؟ دخلت على السويتش ده يا جماعه، قلت له ايه؟ انت عندك من فيلان 2 ل 6 في انستنس نمبر 1، تمام؟
هل ينفع الراجل ده يفضل شغال برابيد سبانينج تري عادي او اللي هو البير فيلان سبانينج تري؟ ما كده بالنسبه له الراجل ده هوت فيلان 3 مثلا ليها انستنس خاصه بيها، وفيلان 4 ليها انستنس خاصه بيها، فبالتالي ايه لما فيلان 3 يحصل لها حاجه التاثير ممكن ما يروحش. صح. هناخد دلوقتي ازاي الكومباتيبيليتي وذ ايتش اذر فيندرز او ديفرنت تايبس، هناخدها دلوقتي ازاي يشتغلوا مع بعض. لكن ايه لو عملت مابنج هنا 2 و6 ما ينفعش اجي اقول هنا ان فيلان 2 هنا في انستنس ثانيه، لان انستنس نمبر 2 اللي هي كانت فين؟ تحت هنا. صح. فبالتالي ده هتبقى ايه بالنسبه لي مشكله، لان لو حصل مشكله هنا مش هقدر ابلغ. طب ابلغ هنا ولا ابلغ هنا؟ ما الراجل ده انا مش عارف انستنس بتاعته فين ولا مين موجود فيها. فبالتالي عمليه المابنج لازم تتم ايه يونيك على كل مين السويتشات، ولازم تبقى ماتشد. يعني ايه؟ لو عملت المابنج هنا في السويتش دوت لازم تعمل نفس القصه المابنج هنا والمابنج ايه هنا، ونفس النمبر اوف فيلانز اللي هتبقى مرتبطه بمين او معموله المابنج بايه بالانستنس بتاعتي. تمام. طيب اخد بالي من ايه كمان؟ وير اور نمبر اوف ماب دي فيلان اند بروبيكيشن ميثود. تمام. هوزعها ازاي؟ انا خلاص عرفنا هنعملها فين. تمام. وهنوزعها ازاي؟ طبعا انت هتقولي لما تعمل مابنج هنا هقول لك، هتقولي هقعد الف على السويتشات كلها واعمل مابنج؟ قلنا لا، احنا مش عندنا حاجه اسمها في تي بي. الفي تي بي ممكن يعمل القصه ديت بسهوله جدا، لكن احنا طبعا لما نيجي نطبقها هنطبقها بايدينا. لو انت سبت الفي تي بي هتقدر تعمل الكلام ده كله على واحد في تي بي سيرفر، وهيوزع عمليه المابنج ديت بالانستنس لمين؟ للناس الثانيه. تمام. ده كده كان البيزك باسك اوف ايه مالتيبل سبانينج مالتيبل ايه سبانينج تري. تمام. طبعا الانستنس اللي الكريتي ديت، مش انا قلت لك من فيلان 2 ل 6 معموله انستنس واحده؟ الانستنس دي يا جماعه شغاله ار بي في اس رابيد سبانينج تري ار اس تي بي. تمام. واصله كده؟ يبقى الانستنس دي كلها اصلا شغاله بتكنولوجي مين؟ الرابيد سبانينج تري، يعني تطبق التكنولوجي اللي احنا عرفناها كلها امبارح. تمام. طيب ايه هي المالتيبل سبانينج تري ريجنز بقى؟ ريجن يعني القطاع بتاعي اللي شغالين كله. بيقول لك دايما يفضل ايه؟ one multiple spanning tree region in the network. ايه هي الريجن بتاعتي؟ هي النطاق بتاعي يعني بقول لك معنى اصح ايه؟ خلي سويتشاتك كلها في ايه؟ في نت في قطاع واحد زي ما ايجيبت مثلا، يعني فاهم ازاي؟ سويتشات ايجيبت كلها ريجن واحده، الشركه بتاعتك كلها خليها ايه؟ ريجن واحده، بحيث ان multiple spanning بتاعك يبقى شغال. لكن لو انت عملت multiple يعني طب يعني اثنين multiple spanning tree regions يعني هيعمل لك ايه؟ مش مشكله، هيكومبليكيتد مانجمنت and complicated configuration. تمام. طيب بالنسبه بقى للاتريبيوتس بتاعت ايه المالتيبل سبانينج تري، ايه هي الاتريبيوتس او الحاجات اللي انا اقلق بيها ولازم اكونفيجرها صح على السويتشات بتاعتي؟ حاجه اسمها كونفيجريشن نيم، بتدي نيم للمالتيبل سبانينج تري بتاعك. تمام كده معايا؟ لازم تديله نيم، اني نيم، اني ووردز، اني نمبرز، اي حاجه تقدر تحط النيم بتاعك، حروف، ارقام، اي اسم. تمام. مش هيفرق معايا. طب ايه هي قصه الريفيجن نمبر؟ رقم، فاكرين ريفيجن نمبر بتاع الفي تي بي؟ عمليه تراكنج اوف ايه تشينجز. تمام. اللي هو الرقم اللي بيتابع التغييرات وايه انكريمنتد 1 بير 1. صح. كل ما يحصل تغيير الرقم ده ايه يزيد. لازم اكونفيجر ريفيجن نمبر على كل السويتشات اللي موجوده معايا ايه في الريجن بتاعتي. تمام. طيب المابنج تيبل لازم برضو يكون ايه ايدنتيكال فيلان تو انستنس. لازم اكاريت مابنج تيبل على السويتش مثلا، ما ينفعش السويتش الثاني زي ما ضربنا مثال انه يحط فيلان 2 مثلا في ايه في انستنس مختلفه. تمام. يبقى الثلاثه دول مهمين جدا لما اجي اكونفيجر مين المالتيبل سبانينج تري، وهنشوفها دلوقتي ايه واحنا بنعمل كونفيجريشن. تمام. طيب السويتشز تمام ذات هاف ذا سيم مالتيبل سبانينج تري اتريبيوتس belongs to the same region. تمام. يعني الناس او الفيلانز، تمام، بمعنى اصح السويتشات اللي تحتوي على الفيلانز ديت اللي ليها نفس الاتريبيوتس بتاعتنا اللي فوق ده كده، تعتبر تنتمي لايه؟ لنفس الريجون بتاعنا، وينطبق عليهم نفس القصه بتاعتهم. تمام. طب الاتريبيوتس اللي انت بتقول تكلمني عليها ديت هتتبعت ازاي؟ والناس ديت هقول لها هتتبعت بالفي تي بي. تمام. طب الناس تعرف زي احنا شغالين مالتيبل سبانينج تري، عندي مالتيبل سبانينج تري بي بي ديو عاديه برضو، يعني في بي بي ديو خاصه بالمالتيبل سبانينج تري زي ما كان عندي بي بي ديو خاصه بالسبانينج تري، عندي بي بي ديو خاصه بالرابيد سبانينج تري، عندي بي بي ديو خاصه بايه بالمالتيبل سبانينج تري. تمام. طيب مالتيبل سبانينج تري وذ سبانينج تري، ازاي بقى المالتيبل سبانينج تري يشتغل مع السبانينج تري العادي؟ تمام. نضرب مثال وبعد كده نبقى نقرا الكلام. نفترض معانا ان احنا عملنا نفس القصه هنا، ان عندنا فيلان 10 فيلان، عندنا مثلا من 1 لحد من 2 لحد 6 زي ما قلنا، من 1 2 لحد 6 في انستنس نمبر 1، وعندي من فيلان 7 لحد 11 في انستنس نمبر 2، وعملت القصه على ايه؟ على السويتشات بتاعتي ده هي كده خالص سهله اهيت، واشتغلت ايه؟
مالتيبل سبيننج تري تمام. لنفترض ان السويتش ده كان واصل بسويتش فين هنا كده تمام، والسويتش ده مطلع افترض مطلع السويتش كده اهوت، والسويتش ده مطلع السويتش عادي، ونتورك ثانيه اهي، يعني قول مثلا كورد يعني اتنين كور عندي في النتورك تمام، بس السويتشات اللي دي شغاله بي في اس تي عادي جدا تمام، بير فيلان سبيننج تري بلس تمام، يعني كل فيلان عنده ايه ليها سبيننج تري خاصه بيها، لا وليها انستنس خاصه بيها، معنى ذلك ان ليها ايه بي بي ديو خاصه بيها تمام. طيب ازاي ده هيتفاهم مع ده؟ يعني لاحظ ان دول كلهم كده، دول ليها النتورك دي كلها هنا ليها ايه بي بي ديو واحده، او ليها سوري ليها كام اتنين بي بي ديو صح، بي بي ديو الانستنس نمبر 1 وبي بي ديو خاصه بانستنس نمبر 2 تمام. طيب